أهالي زحل يعتصمون ضد الظلم والظلام ويطالبون الوزير تابوريان بالسماح لشركة كهرباء زحل بإنتاج الطاقة. اتحدوا للقضاء على الظلم والظلام. تحت هذا الشعار اعتصم أهالي زحل أمام السراي الحكومي احتجاجا على فواتير الكهرباء المزدوجة، مطالبين وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بإعطاء زحل والبقاء حقهما بالتيار الكهربائي والسماح لشركة زحل بإنتاج الطاقة عبر مشروعها القانوني لتعوض به تقصير الدولة وتغذي نطاق امتيازها بالكهرباء 24 على 24 ساعة. هذا وقد تخللت الاعتصام كلمات تناولت معاناة الزحليين والبقاعيين من الظلمة التي تتحمل مسؤوليتها كهرباء لبنان. شيء مؤسف كثير انه ما في كهرباء والماي بتنقطع، ونحن كممثلين لهذا الشعب، الشعب اللبناني، بنطالب انه تتكثف الجهود ويكون في جهد جدي لحتى توصل الكهرباء بشكل احسن لكل اللبنانيين. كما ونعلن عن عدم استكانتنا حتى تحقيق مطالبنا الهادفة إلى حمل وزارة الطاقة والمياه على منحنا توقيعها على الملف المرفوع إليها منذ ما يقارب السنتين من قبل شركة كهرباء زحلة، وهي الشركة ذات الجهوزية التامة لتزويد حاجة القضاء للطاقة بنسبة 70 ميجاوات يومياً. أما رئيس جمعية التجار زحلي إيلي شلهوم فطلب الوزير تابوريان بإعادة السماح لشركة كهرباء زحلي بإنتاج الطاقة وتأمينها للبقاعيين، محذرا المعنيين من تحركات تصعيدية في حال التلكؤ.